السلام عليكم بنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واموركم مزيانه. توحشتكم بزاف، غبرت عليكم هذه المده ما بقيت صورت حتى شي حاجه. كتعرفوا دابا مع العطله كنعسوا معطلين ورفقوا معطلين، زائد الخروج والدخول، يعني كنمشيو للبحر مع الوليدات وداكشي، فما كانش عندي فعلا الوقت فين نصور. فاليوم ان شاء الله غادي نصور هذا الفيديو، هذا لوك بوك محجبات او تنسيقات ملابس محجبات، نزول عن طلب واحد المجموعه كبيره ديال البنات، خصوصا البنات ديال الانستغرام. السوشيال ميديا تبعوا الانستغرام ديالي، غادي نخلي لكم صندوق الوصف فيما كننزل شي تصويره، الا وكتجيني طلبات او ميساجات عافاك امان دير لنا لوك بوك، يعني حوايجك زوينين، الطريقه اللي كتلبسي بها زوينه، واخا انا راه ماشي خبيره في هادشي البنات، يعني انا غير داكشي اللي كان يعني الحوايج ديالي، داكشي اللي كيعجبني انا كنلبسو. فغادي نشارك معكم هكا ملابس محجبات تركيه، شي حاجه زوينه ومحترمه وانيقه في نفس الوقت. لا كيهمك الامر، خليك معايا حتى اول حاجه غنبدا بها هي هاد اللبسه ديجا اللي ديت بها المقدمه ديال الفيديو. كيف ما كتشوفوا واحد الكاب اللي هو زوين بزاف، واسع طويل محترم، شي حاجه هكا مشيكه انيقه، شي حاجه هكا هماويه ديال المناسبات. كنعرفوا دابا الصيف كيكثروا المناسبات، وكاين بزاف ديال الناس اللي ما كيبغيوش يلبسوا تكشيطه او القفطان، كيحسوا بها غادي تصهدهم. كتبقى اكيد المساله حسب بها يعني الاذواق ديال الناس. انا شفتها صراحه هاد الكاب شفته في واحد الصفحه ديال الانستغرام، غادي نخليها لكم في صندوق الوصف. يعني كيف ما شفتو كيف ما وصفني عجبني بزاف، كانوا فيه تقريبا كنعتقد جوج الالوان، واحد كحل وهذا في البوردو، صراحه رائع. كيف ما شفتو كيف ما وصلني انيق جدا، كيجي بحال هكا سامبل وواسع، يعني شي حاجه جد 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 محترمه. يعني الناس اللي ما كيبغيوش هكا يبانوا التفاصيل ديال الجسم ديالهم، وطويل. انا درت معاه سروال كحل كيف ما كتشوفوا ديال الثوب، ودرت مع اسكارب هكا في النوار، انه عنده ديجا هنا النوار في الكتاف ديالو. انا غادي نزيد دابا الكاميرا باش تشوفوا لي ديتاي. كيف ما قلت شي حاجه هماويه انيقه زوينه. درت معاه بحال هكا شال في الاسود باش ما نكثرش بزاف ديال الالوان. غادي نخلي لكم الرقم ديال الهاتف ديال السيده اللي خديته من عندها، واحد السيده اللي ظريفه بزاف، تحيه لك مريم. يعني التعامل ديالها زوين وعندها حويجات تركيين، كتجيب حتى هي الملابس التركيه، شي حاجه فعلا اللي هي انيقه. وغادي تخلي لي في التعليقات وتقول لي كيفاش جاني هذا اللون هذا، وكيفاش جاتني اللبسه كامله والتنسيق، يعني واش كان في محله. وعاد البنات انا نقاله شفت يعني الموديل اللي لابسه، موديل تركيا اللي لابسه اللبسه، حاول تقريبا ندير في حاله ما زدت شي حاجه من راسي، لان كتكون راه ماشي خبيره في هذا الشيء. دونك جات اللبسه بحال هكا، يعني الصبيبط حتى هو جا زوين، شويه فيه الطالون، راه ما كنلبسش الطالون بزاف غير كانت شي مناسبه. يعني شوف كيفاش كيجي، غادي نزيد لكم الكاميرا باش تشوفوا لي ديتاي ديالو. شفتوا هنا في الكتاف راكم بحال هكا، كيجي بحال هكا. ولا بغيتي هكا تهبطي الكمام كتهبطيهم، بغيتي هكا تقفضيهم واحد شويه كتقفضيهم، يعني شوف الخدمه ديالو من هنا كيفاش داير. فعلا زوين بزاف، انيق جدا وطويل محترم، يعني هكا السيدات اللي كيبغيو حاجه طويله وفي نفس الوقت انيقه. وهذه هي اللبسه الثانيه من عند نفس الصفحه، كيف ما كتشوفوا هذه هي حمقتني بزاف البنات، كتجي شي حاجه هكا انيقه كلاسيكيه، خصوصا الى عندنا هكا واحد لقاء اعمال او عندنا ايفينمون، يعني شي لقاء اللي هو مهم، فعلا شي حاجه اللي هي زوينه بزاف وفي نفس الوقت حتى هي محترمه. يعني بالنسبه للناس اللي كيبغيو هكا ملابس تكون طويله وفي نفس الوقت هكا انيقه، انا عجبتني بزاف وفيها طروار بياس، يعني هكا لا شوميز هي تحت وعاد هاد الكاب اولا هاد الفيست هكا من الفوق، والستيل ديالها راه ما كتسدش، يعني كتبقى بحال هكا محلوله باش كتبان داك لا شوميز. وانا حاولت بطبيعه الحال نقلت شفت كيف ما دايره الموديل التركيه ولبست بحالها، يعني درت هكا معها اسكارب اللي في اللون هكا كراميل بحال هكا اولا باج اولا هكا، يعني اللي غادي يمشي مع هذا اللون كامل. يعني قولوا لي في التعليقات، انا حمقتني شي حاجه زوينه بزاف، غادي نزيد هكا باش نوريكم لي ديتاي ديالها. هنا الكتيفات ديالها دايرين بحال هكا، وكاينه هاد السنيسله هنا في اليد، ها هي باينه مزيان، فعلا كتجي شي حاجه اللي هي زوينه بزاف. اما بالنسبه للشال فهو من صفحه واحده اخرى من عند اليسر شوب، حتى هو غادي حتى هو ان شاء الله غادي نوريكم الحوايج، لان الحوايج اللي غادي نلبس في هذا الفيديو من جوج ديال الصفحات. اللور كيفاش كتجي عندها هاد الحزيين هكا، اللور فعلا شي حاجه اللي هي عميقه جدا. وهنا البنات شوفوا هذه البيسه هذه كيفاش كتجي، كتجي حتى هي زوينه بزاف. هذه شي حاجه يعني ديال كل نهار، درت هكا شوميز اللي كتجي هكا طويله، وكيما طويلهش بزاف وصلت للركبه، مع سروال ديال الثوب اللي هو واسع، ومع باسكيت بيضاء، وشال اللي فيه هكا شويه ديال الكريم، فيه الغوص اللي كاينه ديجا
في لاشوميز الى عطاتو هاد لاشوميز هادي كنت خديتها من عند اليوستر شوب لانني انا كنت مشيت عند اليوستر شوب وقيست بزاف الحوايج ما وريتكمش شنو خديت فبقيتو دائما كتسولوني شنو خديتي امام داك النهار فخديت هاد لاشوميز هادي كانت حمقتني يعني شوفوا لي ديطاي ديالها عندها هاد اللعيبات هنا هادو راه جويبات ولكن ما كيتحلوش كاينه هاد الصديفه هنا ونفس الصديفه كاين هنا في الصدر والشال حتى هو من عندها الشيران عندها البنات يا سلام زوين بزاف ديال الخيط خفاف مبردين يعني واخا كطوب ليهم ما كي كاميرا باش تفوكسي كيف ما شفتوا البنات الشيلان عندها غزالين بزاف خفيفين مريحين شي حاجه هكا مهويه لهاد الصيف وهاد اللبسه البنات عجبتني انا بزاف لانها مريحه ونفس اللبسه البنات يعني غير بدلت السروال حيت هذاك اللي واسع ودرت هذا بحال هكا ودرت اسكارب يعني تبدلت كومبليتوم يعني ولات هكا كلاسيكيه يعني ولات عميقه طبيعه الحال الاولى كانت عمليه اكثر يعني تحركوها بسهوله ولكن هكا يعني مره مره بنادم يبدل علاش لا يعني انا بغيت نقول لكم غير لبسه وحده يعني كيمكننا نلبسوها بزاف ديال الطرق بالنسبه للبسات جوج الاولين عند الصفحه ديال ماي دي بوان شوبينغ غادي نخليها لكم على ما ننساش ندير لكم هنا في الشاشه واللبسات الاخرين من عند اليوسف شوب وقولوا لي نتوما شكون اولا احسن لبسه جاتني وهذه اللبسه اللي تقريبا كل شيء حماق عليها نهار اللي يعني نهار اللي درتها في الفيديو عند اليوسر شوب ما كاينش اللي ما سولش عليها ما كاينش يعني الميساجات عندي في الانستغرام ما حبسوش على قبلها هذه واحد اللبسه اللي هي زوينه بزاف عميقه كيف ما كتشوفوا وهذا اللون هذا اللي عمرني صراحه ما زعمت عليه يعني ما عنديش كاع في حوايجي يعني فقط جربت اني نلبسو وجا زوين يعني شوفوا درتها هكا مع اسكارفون كيمكننا نديروها نلبسوها هكا بالطريقه اللي هي كلاسيكيه وطريقه حتى هي سبور يعني ندير معها انا غندير معها دابا باسكيت وغتشوفوا كيفاش غادي تجي يعني شوفوا اللوين ديالها شحال زوين والشال حتى هو خصني نهبط مع دابا انا ديجا طويله ولابسه الطالون صافي انا وليت عزافه الشال حتى هو غزال هاد الشيران هادو البنات فنين خفاف 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 ما كيخنقوش وحتى لي زاكسيسوار هادو اللعيبات هادو وهنا كيف ما كتشوفوا انا درتها مع باسكيت بيضاء يعني ولات عمليه اكثر يعني يمكننا نخرجوا بها هكا نمشيو بها المدرسه نمشيو بها للخدمه ديالنا عادي مريحه وشي حاجه انيقه وهكا محترمه يعني انا هادشي اللي كيعجبني في الملابس التركيه هما انهم زوينين طوال يعني كنعرفوا كاين شي حوايج كيكونوا طوال وما كيكونوش زوينين يعني بصراحه وكاين يعني هادو الملابس التركيه كيكونوا طوال وانيقين وزوين بزاف يعني كيمكن حتى السيده الا ما كانتش دايره الحجاب يعني باغا تلبس غير حوايج كمستورين تلبسهم بكل اريحيه وهذه واحد الجليبه مبرده كيف ما كتشوفوا كتجي زوينه بزاف في البلو مارين عند سميسلا يعني شي حاجه كعمليه كتلبس دغيا وخفيفه درت معها سريول ديال الجين هكا في البلوسيال وهي في البلو مارين يعني تناسقوا مع بعضياتهم وباسكيت بيضاء يعني جات اللبسه هكا عمليه خفيفه زوينه شي حاجه هكا انيقه وشال ديال الخيط حتى هو من عند اليوستر شوب يعني هاد الشيلان هادو البنات حمقوني خفاف يعني واخا كتلوي الشال يعني تقدري ديري اللفه اللي بغيتي كيجي هكا خفيف مبرد وداك لي ديطاي ديالو زوين بزاف يعني انا جلابه فيها رقيق احمر رقيقه حمراء وهو في غالب فيه الاحمر جات شي فعلا هكا شي حاجه اللي زوينه بزاف المهم خلوا لي في التعليقات تقول لي كيفاش جاتني وعندها قبيب هنا اللور وكتجي طويله واصله حتى للقدم وهنا البنات غادي نسالي معكم الفيديو ديالي بهاد العبايه هادي اللي نزلت التصاور ديالها في الانستغرام ديالي وجاتني عليها طلبات كثيره رسائل كثيره يعني كون كانت شي حساب ولي صيفط لي هاد العبايه كان غيبيع كلشي لان حماقيتو عليها وانا حتى انا بدوري عجبتني بزاف ولكن للاسف البنات يعني ماشي ما توصلتش بها وما خديتهاش من هنا من المغرب هذه عبايه من البحرين وفعلا عميقه بزاف واللي عجبكم البنات هو هاد التفاصيل هنا في الصدر ديالها يعني هاد الخدمه هادي هنا وهاد الدريوعات بحال هكا يعني فعلا حماقيتو عليها الزيف كحل عادي يعني شديتو بداك لي زاكسيسوار ديال المحجبات ديال التواركه اللي ولاو دابا يعني زوين هادو ما كيسربوش الزيوفه يعني وجات هكا فعلا شي حاجه زوينه بزاف عندها هاد فريفيرات هنا لتحت فعلا كتخليها شي حاجه اللي هي أنيقة كنتمنى البنات أن الفيديو ديال اليوم يعجبكم وتستافدوا منه عندي بزاف ديال العبايات اللي بغيتو ندير لكم لوك بوك خاص غير بالعبايات يعني ندير لكم فيديو خاص غير بالعبايات ما على الراس والعين ماشي مشكل خليوها لنا في التعليقات وإن شاء الله غادي نديرو لكم ك
كنتمنى بحال ديما يعجبكم الفيديو وما تنساوش تخليو ليا لايك باش تشجعوني وتشاركوه مع صحابكم وحبابكم. كنبغيكم بزاف وبسلام عليكم.